في وثيقة اليوم، حلف الناتو يضع استراتيجية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط والساحل وشمال أفريقيا، أصبحت في مرحلة اللمسات الأخيرة من الإعداد. هذا ما كشفته صحيفة البايس الإسبانية نقلا عن وثيقة سرية. إذن وبحسب هذه الوثيقة، فإن حلف الشمال الأطلسي يؤكد التزامه بحل الدولتين ويدعم جهود السلام لتنفيذ هذا الحل. وتكشف الوثيقة أن الاستراتيجية إذن قدمتها مجموعة من 11 خبيرا مستقلا أوصوا بإنشاء مهام تدريبية وتعليمية وبرامج إصلاح عسكرية لدى بعض الدول من شركاء الحلف. هذه المهام مستوحاة من التجربة العراقية وقائمة على العمل مع عسكريين ومدنيين في برامجهم إذن التدريبية، وتقديم المشورة بشأن السياسات الاستراتيجية وتأسيس القوات وتطويرها وإدارة الموارد والسلام والأمن في المنطقة الجنوبية الأفريقية. تقترح الوثيقة تعيين مبعوث خاص لحلف الناتو وإنشاء تمثيل سياسي في الاتحاد الأفريقي لاستكمال الاتصال العسكري وتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري. وذكرت الصحيفة الإسبانية دائما أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار توسع النفوذ الروسي والضغط الصيني في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل على حد تعبيرها.